تتسارع الأحداث في البلاد، وتحتاج البلاد لتوافق سياسي يدفع بالجهود المبذولة للاتفاق حول شكل المرحلة المقبلة. سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة وتشكيل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة. مع تسارع الأحداث وتبين الرؤى بين المكونات السياسية المختلفة حول طريقة إدارة المرحلة المقبلة من عمر السودان، تحتاج بحسب متابعين إلى الوصول لأدنى مستويات التوافق السياسي بين كافة مكونات الحراك السياسي في البلاد، حيث ترى بعض الأحزاب ضرورة إحداث ذلك لمعالجة قضايا الرهن الحالية. المجلس العسكري لوحده لن يستطيع أن يقود هذه البلاد دون العون من التعاون من القوى السياسية المختلفة، والقوى السياسية المختلفة كما ذكرت من قبل هي يعني نحن نحتاج إنه يكون عندنا رؤية واضحة بالنسبة للمرحلة المقبلة، الحاجة نحن عايزينها شنو، رؤيتنا بالنسبة للسودان اللي قدام كيف، التحديات اللي نحن يعني بنمر بها الآن كيف هنتعامل معاها. فإذا كان في هناك أي نوع من التنافر أو أي نوع من عدم قبول الشخص الآخر، وهذا طبعا يتنافى مع الديمقراطية، الديمقراطية هي قبول الآخر، أنا لازم أنا زي ما أنا أقبل نفسي لازم أنا أقبل الأطراف الأخرى. اتساع الهوى بين تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول كيفية حكم البلاد في الفترة الانتقالية المقبلة يعقد من الوضع السياسي بحسب متابعين، كما أنه يحتاج إلى تعقل وحكمة للتوصل إلى أرضية وسطى تلتقي عندها كافة القوى السياسية من أجل مصلحة الشعب السوداني. من المهم جدا أن نفكر بطريقة مختلفة، طريقة نستصحب فيها ما حدث خلال 4 شهور من الثورة السلمية، من الشهداء ومن الجرحى ومن المعاناة، العناء المواطن وعناء الناس في داخل الحراك وخارج الحراك، وتوقف كل الحياة في البلاد، وبالذات منذ 6 أبريل والبلد في موقف حرج جدا. في تقدير الآن نحن في درجة حرج أكثر وفي درجة خطورة أعلى، لذلك الموضوع يحتاج إلى تعقل، ودائما هنالك منطقة وسطى مهما كان من انسداد الأفق، هنالك منطقة وسطى، ومن الواضح أنه مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير تتلخص في المجلس الانتقالي نفسه، إشراك مدنيين في المجلس الانتقالي، هذا هو المطلب الذي سيحل هذه العقدة وسيحل هذه الأزمة بشكل كبير جدا. المرحلة المقبلة من عمر البلاد تحتاج إلى تقريب وجهات النظر بين تجمع المهنيين والأحزاب والمجلس العسكري لإخراج البلاد من مستنقع التعقيدات الراهنة والانتقال بها إلى مرحلة انتقالية تلبي تطلعات الشعب بتحقيق الحرية والسلام والعدالة. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم.